إنه سيدو كدل لها محمود سيد هذا إنه سمعي سيدو كدل لها هل كهاد الناتج له وحن كوضع محمود سيد هذا سومالي واتكور قبته هل كانوا كأرضي نيرو تجي وقصة أرضي مقدشو تجي وقصة أرضي وحد تجي توب تجي نيرو هذا نقص لعب وحن أنت أصدر سيدو كله نمكى على شو أستشقي سياشها وحي ويرارين سلام الكاسين أي تردلين ولش عيدا كأسكرت جبلان علن كي جبلان حرنا أي سيدو كله يي تردلين هدي أحمد أقاب نبض أو ماشي كورة تشونوا أما إن هران إن كارب استعمال هي قفكي مدحونه سوستاجو ده هي نكوا هي جدا وطية مريحان باوطية هبل باوط هدو سكود إكس ما يونو إما هذا أما هلك وتشوغ لفتر كذا إني ويلل هير كيسة أنت لو قدره لأنه أضيع علاش كتوك تعدو الشيء واحد أنت بس هو حقوق ميمس وعنا وراك سنة دي هانتي مصاحب يالكسو لواء ذا برامج كاني وعي قيس كون أنت بضان كقفة لون حالة دي وقدم بيه قيس كأفريكا برامج كاني ما أنت وحي نكو قادة ديك دورنا مدى حوينك حقين كوباد إمام ملكة جبلان محمد سيد آذان وهبين هوريه لويراري قولي سيو كويا لي مقالة كسمائي هالكاران لغلاب بحي هوب إيا بابور أي سنحب دوكرين ومدى حوينك حقين كالكاسو يالي محمود سيد هذا والله جيران مقالة أرديس أبا بيع عاصمة الدولة إثيوبيا حلي هالكاسي أي كشرة أيان معارض كجبلان أو هالكاسي سكوت تجيسة أو تشردان مرحلة ذكر الجور كجبلان يسيد وكلام مدحيلات كذا ماضي مدحيلات جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي سيد وكلام برامج كنا واحد نكوي قدرنا قرشها أي وطن دولةها درس كلاه سوماليا جرهان جبلان أو يقولوا هي إن الدور مهم حلي غيرك قاضن هيان سيد أحمد مدوبي ماشاء الله رافين لها أحمد مدوبي قرشها ودي أرسن يجودها بحالة جبلان أيه برامج كنا كوي قدرنا برامج كوا حق قيبي قال صاحبك عبد ولي عبد محمد أوه وريه يا فرنقية رماس سياسة جيسك أفريكا إن عبد ولي سود وو إن هبين هراء إن وحال لوجي هي مهبين لبعض إن مدح بينك حجين كوباد إمام ملك جبلان محمد سيد هذا جورجيسي كوي اللي مقالك اسمه الله ويراري إن هو فرب ضن ماشى سويا لي يو وحوي بابورتا يصير حبيت ذكر المقالة بحين إن أرنتا وربعين تخفق فقيد يسوع إن كنا قن ما ينو حرمنا إن بالأجانو ومحي قرشها أحمد مذوبي صابطي حل قال إنه ويرار جورج محمد سيد هذا كوي اللي مقالك اسمه إن سيد فاير طاد مهسن تهاي مركز كوباد مركز لباد إن وحير بان يان كل عباني إن وير كالوجيز تي مدحوين كحجين ككوباد إجوبلان سيف يعني نهرتا إن وحن مغلي ترني نن دات قاضي حنبعسكي سيف يعني نكى أحمد مذوبها by all means وح كستا أما طلابك كستا أو وارك إن أي مهم أطهاي سيدو جوبلان كوهيسن لها you willi falankeedii haya en habeen hore ciidanka khaaska ah ee ilaalada ahmed madobe ilaalada ahmed madobe ma qulul ciidanka ahmed madobe wa ciidanka ahmed madobe u shaqeeyo en waxay weerareen isla markaasna ay bilal qaysteen en hantidi iyo hubki isla markaasna waxay jir dileen wiilashii ciidanka ee guriga madaxweyn ku xigeenka joogay wiilashii oo shaarkii iyo dharkii ee ciidanka Jubaland iyo calanka Jubaland uu ku sawiran yahay yaa la dilay oo ha ayay ku qabaal jir dilay si fiican waxa halkaas ee nimankii waxaan ku qiyaas karnaa un jamhad ay calooshood u saqaysay la sababtoo ah madaxweyn ku xigeenki labaad madaxweyn ku xigeenki koobaad ninka ku dhirranahay in uu dilo ciidankiisii iyo hubkiisii xoolisiin oo balal qaysto kaas waxaan dhigi karnaa waa calooshu shaqaysay guriga loo weeraray maxay tahay abdullahi intaana sababta gelin horta meeshii markii la weeraray waxa laga soo baxay saddex baabuur oo nooc raaxad ah mid baawurta kamida wuxuu ahaa bullet proof ama baawurta aysan xabad u karin waxa sidoo kale meesha laga soo bixiyay qoryo guri waa guri dawladeed waxa weeye waa second in command waxa weeye markii maamulka la fiirinayo awooda waa awooda labaad ee deegaanka ninkii markaa saas ahaa ayaa hubkii qoryihii guriga u yaalay lagu ilaalinayay yaa meeshii la bilal qaystay waxaa intaas dheer sidoo kale nimankii calooshood u shaqaysayaasha ahaa waxay weerareen isla markaasina ay jir dileen wiilashii ciidanka askarta Jubaland ee calankii Jubaland xirnaa ayay sidoo kale yey jir dileen sababtan markaa iimaaneyna sababta waxay tahay Axmed Madobe waaba ku bari si fiican wa yaa ku bari reer kiisi isaga uu ka dhashay ya ka soo wada horjeedsaday meel cidla ah ayuu soo istaagay si fiican
warbixin adeen horena waxaan ogeyn inaan ku tabinay sababta maxamuud siid aan laga yeeray Ethiopia tribki hore een wixii waxanti ba gaartay si fiican warniho meesha waa laga bedel raba maxamuud siid aadan baa wuxuu farisanow garbahaaray wuxuu ku dhawaaqi raba wuxuu ku dhawaaqi raba maxamuud siid aadan in doorasho jibaaro hal sano oo ku meel gaar ah isla markaasina uu doorasho ku qabanahay wuxuu kala maxamuud siid aadan fidin doona gobol nabadeed arintii ba marka axmed madobe uu la seexan waayay halkan uu ka orday Nairobi tagay uu ka soo orday Muqdisho tagay uu ka soo orday wuxuu tagay Ethiopia tagay Nairobi hadana ku salaabtay fadhiba waa ninkii uu qaban waayay muhiimadda guriga loo weeraray ee axmed uu gurigan u weeraray maxay tahay waxay tahay inuu siduu ku dili lahaa maxamuud siidaadan inuu sameeyo si lagu dili lahaa halka hada noo jilay waxaan ka wadaa maxamuud siidaadan Soomaaliya waa ka warqabtaa oo wadan security stability-geeda ma wadan ha ma degana waana wadan hadii lagu damcin lagu kharijiyo si fudud baa lagu kharijin Soomaaliya qofka dul raa inuu ku dilo oo ma baahna inuu wax kale kugu sameeyo kali wuxuu u baahan yahay dad masuulta gaari bullet proof inuu ka qaato si fiican dhiiggaagu u banaayo markaas si fiican marka waa intaas sababta ugu weyn waa intaas in ninka gaarigiisa laga qaato haduu isku deeqsmaayo inuu imaado ama halka uu joogo laftarkeeda inay wiilal reerkiisa inta loogu diro la dhoodey caloshka toogta hadduu sheego wax intaa bisu waxa ugu muhiimsan okay taaban kasoo gudbeynaa waaye amjkeena waxaan soo socday waxaan saaxiibada xusiyo maxamuud siidaadan in aad isaba looga yeeray mar labaad mar labaad ilaa mucaaradka halkaas ku sugan yiin mucaaradkii hawshoodii maxaa ka socosbanaad walaahi mucaaradka horta hawshooda hawl socotay bay ahayd Nairobi ku shireen waxyaabo masiiri isla qaateen marka waxay tageen meesha la dhaho Addis Ababa Addis Ababa waxaad ogaataa mucaaradka kali kuma sharaxayaan macnaha midowga musharaxiinta kali kuma sharaxayaan waxaa ku sharaxaya muwaadin kasta oo u dhashay ama ka soo jeeda ama qurbaha jira ama meel kale ha jooga laakiin ka soo jeeda Jubaland isla markaasina nidaamkan aftuuban ee jabhannimada ah ee Axmed Madobe ka aragti duwan isla markaasina danaynaya Jubaland in la badbaadiyo ayaa halka ka dhacaya shirkaas waa la isku wada iimaanaya waxaa isku iimaanaya ninkii midowga musharaxiinta halka ka tagay qolyihii kale iyakana aad ogeyd ee iyakana mucaaradka ahaa ee la dhahayay ninkii fartaag ahaa iyo nimankii Janan iyo Tim Cody sidoo kale ahaa niman kale oo ka imaanaya North America iyo Europe iyo Canada marka waxa ugu muhiimsan ee halkaas loogu sharxay waxay tahay war taariikh 23 bisha hadda aynu soo dhaafno 4 hadda aynu soo dhaafno wixii ka dambeeyay wadanku madaxweyne ma laha Jubaland madaxweyne ma laha Axmed mandate-kiisu ma shaqeynayo siixiisuna meel haddii wax taa ku qoro kuma shaqeynayo si fiican wulina meeshii isku dhijinayaa hab jabhannimo yuu isku dhijinayaa qaan sameeynaa sideen Jubaland u badbaadinaa maxaan ninkan jabhannimada ee Jubaland af duubanahay aan kala hadalnaa wadankii inaka askale oo u wada dhalanay shirka marka waxaan sugeynaa berri iyo beri dambe adigu maalinta talaadada inuu warcad ka soo baxo si fiican oo mustaqbalkii Jubaland sidii loo badbaadin lahaa wadaadkan Axmed ana loogu qancin lahaa Jubaland tii aan wada dhisanay yana burburinin ee walaalow inta aad xilka isku dhijinayso yana wax naga halaabin midow musharaxiinta iyo qof kasta oo mucaarada iyo qof kasta oo stakeholder soo horay Jubalandana in uu go'aankaas go'aan lagu qanci karo uu noqdo kadibna way soo bixiraan midow musharaxiinta Muqdisho iimaanaya shirb ay ku qaadanayaan kadib waxay tagayaan Kismaayo halkaas ama kale isku tagi doona oo waxay noqon doontaa hadii Axmed uu qaab nabad ah meeshii ku wareejin waayo ama horaan inay kaarbo isticmaalahay qofkii madaxweynaha soo istaagay uu dhahay ninkan waa reegada watay iyo maraxan baa watay iyo hebel baa watay ragga tawada ilmadeeradi ragga wata hadda wada ilmadeeradi waa rag ka aqoon badan waa rag maanta kuma doodi karo hadda Jubaland waxa hal su'aal baa la weydiin lahaa war madaxweyne labadaadii tan waa dhamaatay 3 sano ku milgaanan waa dhamaatay 15 sano ku dhawaada meeshan haystaan maxaad isku dhajinaysaa meesha waa nalaga afduuban haya waa nalaga xoogaa marxaan maana laga xoogahay kuma murmi karta hadda rag wada aqoonyihiin aqoonyahanada maxamed aamin hadda arkay oo kala dhigta maxamed aamin waa nin axmed madu in maadeer yihiin waa nin aqoon PhD aqoon buuxda leh abdi al reeg waa nin dadkii Jubaland ha u soo rafaaday
كمدها مركا وحوى رقم ماشي جوغلنا عبدولي قدوميها وانا دا رئيس شهر وقعنتي من وانا ها ورقي جبلان ديدبدو استاجي مركا احمد عبدولينا دوكي ديغانكا ها وانينكي قربها تا اسكو خرها واها مركا رقن ورق ديغودي دعانكو اوسو شوي احمد مدوبي واح اكسكيوز او جبلان كو هاستو اي جبلان وانا لغه خوغايا اي مريحان با دولا نوغو ساو كو ديكر ما هيست ان عبدولي وبرامج كانا وحاينو مرينا قنتي اي غبغبدي وعي محمد سيد ادان مركا لا وها لو يرا دساوا محو يا قرشاد سو كوباي محمد سيد ادان وها لو ييراي ان ان لوامد لوامد او قالو انو مدوغ مشرحينت او كوسو او كمنو ينو دور شقبتو لوادا بسو كاسي وحا وها عبدولي محمد عبدي انا واسيد فاي هلكنا وا مان راع تي في وحا لسوتين برامج كاني وعي غيس كورنت بدن كغه فالونا حالدي او دمي غيس افريكا غار اهان مامل كوبلان او خيلغاني مدخليت كيساي دماتاي انت اكو كل منو برامج كان ميد كخيغا iyo sidoo kale xog aan idin ka soo diyaarin doono shirka qaran ee madaxda qaranka Soomaaliya oo ga furmay magaalada Dhuusamareeb aniga oo Said Faaya iyo saaxiibkay waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.